تحب شوية تدور تجاوب سبع. يقول ما هو، ركز لي على السؤال، ما هو أول عمل قام به الوالي حسن باشا منذ توليه ولاية بغداد؟ أول شيء المدينة يلا البلد. تدرون ليش؟ لأن بالترجمة إذا تكتب بلد يلا مدينة تطلع خطأ. مدينة اللي هو بيها يلا البلد، يعني مثلا بغداد عراق. إذا هو قال أنا أدير المنزل، بعدين أقدر أدير اليونان، أقدر أدير العالم كله من خلال هذا الكتاب اللي ألفه. إذا أول شيء عرفوا الاقتصاد الإغريقي من خلال كازينافون.